ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي المتخصص في الشأن الدولي. أستاذ جمال، أهلا بك، وكيف تابعت هذه النتيجة لانتخابات الرئاسة الأمريكية وفوز دونالد ترامب، وأيضا الكلمات وأهم الرسائل التي بعث بها في خطاب فوزه؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. بالتأكيد فوز ساحق لدونالد ترامب، وبالتأكيد أيضا ترامب الآن يؤكد أن الطريق مسدود أمام وصول أي سيدة إلى البيت الأبيض. يعني هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها ترامب على مرشحة سيدة من الحزب الديمقراطي، وبالتالي أيضا هذه أيضا إشارة إلى أن الحزب الديمقراطي اختار اختيارا ربما لم يكن موفقا منذ البداية. يمكن يعني كان على الحزب الديمقراطي أن يعد مرشحا أكثر قوة وأن يتعلم من درس هيلاري كلينتون، ويدرك أن ربما ترامب يجيد التغلب على المرشحات، وبالتالي عليهم كانوا أن يعدوا عدة جيدة أكثر يعني من هذا. ولكن نحن الآن على إشارة إلى فوز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون في انتخابات 2016. بالتأكيد، وبالتالي كان على الحزب الديمقراطي أن يتعلم الدرس. يعني حينما دفع الحزب الديمقراطي بجو بايدن استطاع أن يتغلب على ترامب، بينما حينما دفع بمرشحات من السيدات استطاع دونالد ترامب أن يتغلب وأن يفوز بالانتخابات. إذن هذه هي المعادلة التي كانت يجب أن تكون في عقل الساسة الديمقراطيين، وهم يقررون من هو الذي سوف يمثل الحزب في الانتخابات الرئاسية. ولكن نحن الآن أمام واقع الحزب الجمهوري استطاع أن يكتسح هذه الانتخابات حتى على صعيد طبعا مقاعد مجلس الشيوخ، وبالتالي الصحوة للحزب الجمهوري بشكل عام. ترامب كذلك، يعني هناك أغلبية حتى الآن أيضا في انتخابات مجلس النواب الأمريكي، واكتساح للجمهوريين في هذه الانتخابات. إذا نحن نتحدث عن تخلص الولايات المتحدة الأمريكية أيضا من سياسة البطة العرجاء والاتجاه نحو يعني التحكم بشكل كامل في حتى الشق التشريعي مع الشق التنفيذي. هذا التحكم المرتقب في الحياة السياسية الأمريكية ومعادلة البطة العرجاء، إذا يعني هناك سيادة للحزب الجمهوري بسياساته التي تختلف بشكل جذري عن سياسات الديمقراطيين، سواء في مؤسسة الرئاسة أو في مجلس النواب أو في الكونغرس الأمريكي بغرفة النواب والشيوخ. يعني كيف سيتم التعامل مع ذلك؟ يعني هنا نتحدث عن يعني الحرية المطلقة للسلطة التنفيذية. حينما يكون هناك يعني أغلبية مؤيدة للرئيس الأمريكي من نفس الحزب، وهنا نتحدث عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ وأغلبية جمهورية والرئيس جمهوري، إذن نحن نتحدث عن افتتاحية لدى صانع القرار في البيت الأبيض وقدرة على اتخاذ القرارات، وأيضا حتى إنفاذ التشريعات التي أيضا تساعد الرئيس الأمريكي في تحقيق أهدافه سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي. وبالتالي ترامب سوف يتحرك بشكل أكثر ارتياحية حتى عن بايدن في الفترة السابقة، لأن بايدن كان يعاني من أيضا عدم حصول حزبه على هذه الأغلبية التي كانت أيضا عائق له في بعض الأمور. وبالتالي أنا أعتقد أن ترامب الآن لديه فرصة كبيرة جدا للتحرك بشكل أكثر ارتياحية، ولكن هذا أيضا ربما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر اندفاعا، وهذا أيضا يمثل خطورة نوعا ما، لأن أيضا حينما يكون أو تكون الإدارة الأمريكية أحادية القطب في الداخل، هذا الأمر أيضا ربما يجعل الإدارة الأمريكية أكثر سرعة وأكثر اندفاعا في اتخاذ بعض القرارات. هنا المخاوف على صعيد السياسات الخارجية، على صعيد السياسات الداخلية في الداخل الأمريكي، لأن السياسات الداخلية لدى ترامب هي معلومة للجميع، والجميع يدرك الخطوات الخاصة بالاقتصاد والأمور المتعلقة ببعض الأمور الخاصة بالعمال وغيرها من الأمور التي صرح بها ترامب. ولكن الأمر ربما يكون أكثر خطورة على القرارات. خوف منه في منطقة الشرق الأوسط من هذه السياسات أو هذه السيادة للجمهوريين في الولايات المتحدة؟ أن يكون هناك قرارات اندفاعية من دونالد ترامب تجاه بعض المواقف، يعني كما رأينا في السابق مثلا نقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس، الاعتراف بغور الأردن في السيادة الإسرائيلية، مثل هذه القرارات الاندفاعية السريعة، قرارات أيضا تقلق الشرق الأوسط، وبالتالي يجب هنا أن يكون أيضا هناك حكمة في اتخاذ القرارات بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة وأيضا في العالم. دونالد ترامب تحدث عن التهدئة، تحدث عن وقف الحروب، تحدث عن أمور ربما إيجابية، ولكن هذه التصريحات يجب أن تترجم إلى أفعال وإلى قرارات وإلى أيضا تصرفات أمريكية تطمئن الشرق الأوسط، وأن لا يكون هناك اندفاعات كما كان هناك اندفاعات في الفترة الماضية، وأن يكون هناك أيضا تخلص من
فكرة يعني سياسات الصفقات التي ينتهجها ترامب، لأن أيضا هذه السياسات سياسات أيضا ربما في بعض الأوقات تجعل هناك طرفا يعني رابحا وطرفا خاسرا. نحن نريد أن يكون هناك سياسات فيها نوع من أنواع العدالة في أيضا السلام والاستقرار للجميع، وبالتالي أيضا يجب على دونالد ترامب أن لا يرتكز على قدرته الآن داخل البيت الأبيض وقدرته داخل الكونغرس في الاندفاع أكثر ناحية توتر الأوضاع في الشرق الأوسط، بل بالعكس نريد أن يكون هناك تهدئة وقت للصراعات وتهدئة للصراعات، خاصة وأن العالم الآن يعني يشهد الكثير من بؤر الصراع المتوترة. القرارات الخاصة بدونالد ترامب خلال فترة رئاسته السابقة التي تصفها حضرتك بأنها يعني قرارات متهورة، المعطيات الآن على أرض الواقع في منطقة الشرق الأوسط تحديدا، هل يمكن أن تؤدي إلى تغير في هذا التوجه المتهور لدى الحزب الجمهوري أو لدى دونالد ترامب شخصيا فيما يتعلق بالدعم المطلق لإسرائيل أو اتخاذ خطوات أخرى جريئة أو أكثر يعني إذا جاز لنا أن نصفها بالقسوة فيما يتعلق بالحرب الدائرة في غزة الآن؟ يعني لا يجب أن نختلف أن السياسات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تتغير تجاه دعم إسرائيل، وبالعكس دونالد ترامب وعلاقاته مع نتنياهو هي علاقات استثنائية، وربما هذا أيضا يجعل الدعم الأمريكي لإسرائيل طبعا قوي ومستمر وواضح أمام العيان. ولكن هنا أيضا نتحدث عن أن هناك معادلة إقليمية الآن تضع الإقليم على حافة الهوية، ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تتأثر بالأوضاع الخاصة بالتوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط واتساع دائرة الصراع، خاصة حتى على الصعيد الاقتصادي، يعني التوترات في منطقة جنوب البحر الأحمر ويعني التهديدات الخاصة بالتجارة العالمية وغيرها من الأمور أيضا تمس بشكل واضح المصالح الأمريكية، وحتى فيما يتعلق بعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع الحلفاء الاستراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي أيضا يجب أن يكون هناك حسابات مختلفة لدونالد ترامب في هذه المرحلة بعيدا عن المرحلة السابقة، يعني المرحلة السابقة لم يكن الإقليم بهذا التوتر، وبالتالي نأمل أن يكون هناك صوت أكثر هدوءا من دونالد ترامب تجاه الأوضاع في المنطقة، لأن المنطقة لا تتحمل المزيد من القرارات الاندفاعية المندفعة نحو المزيد من التوتر، خاصة أن هذا سوف يشعل المنطقة ومن ثم أيضا يشعل التوترات على الصعيد العالمي، وأيضا ينقل الصراع من الصراع الإقليمي أو من مرحلة الصراع الإقليمي إلى مرحلة الصراع الدولي أو الصراع العالمي، وهذا أيضا أمر خطير للغاية ويهدد حتى وضعية الولايات المتحدة الأمريكية ومكانتها في المجتمع الدولي. وبالتالي أيضا يجب أن يكون التفكير لدى الإدارة الجمهورية الآن بنمط أيضا يحافظ على الهدوء في المنطقة حتى حفاظا على المصلحة الأمريكية، حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية غير معنية بالاستقرار في المنطقة، ولكن حتى بشكل يعني يبحث عن المصلحة الأمريكية يجب أن يكون هناك تفكير بهذا النمط. من المستجدات الخطيرة أيضا أستاذ جمال على الساحة الدولية الآن في خلال فترة ولاية ترامب القادمة أيضا والمختلفة عن الفترة السابقة، الحرب الروسية الأوكرانية والعلاقات التي كانت تجمع ترامب بروسيا، يعني كانت علاقات تتسم بنوع من أنواع التقارب في مرحلة ما، مستقبل هذه العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في ظل استمرار الحرب الأوكرانية ومع تولي دونالد ترامب دفة الولايات المتحدة؟ يعني انا اعتقد ان دونالد ترامب يتعامل في هذا الملف بربما نوع من انواع يعني الحكمه نوعا ما، وهذا حتى يعني بعيدا عن النمط الطبيعي لدونالد ترامب في السياسه، فهو يحاول التقرب من روسيا حتى لا يكون هناك تقرب او يعني موائمه ما بين روسيا والصين، فهو يحاول ان يعني يرضي الجانب الروسي نوعا ما، واعتقد ان سوف يكون هناك تهدئه نوعا ما في شرق اوروبا، اعتقد ان ملف شرق اوروبا سوف يشهد نقله نوعيه في عهد دونالد ترامب، وهذا لربما يعني التفكير من الإدارة الجمهورية فيما يتعلق بأن زيادة الصراع في شرق أوروبا هذا الأمر يحدث تقارب ما بين الصين وروسيا، وهذا في عكس المصلحة الأمريكية. وبالتالي أنا أتوقع أن الإدارة الجمهورية ودونالد ترامب سوف يكون هناك له ربما تحركات
كما كانت في الماضي تحركات ايضا تحدث نوع من انواع الموائمه السياسيه ما بين الولايات المتحده الامريكيه وروسيا، حتى لا يكون هناك ايضا تحالفا قويا ما بين الجانب الروسي والجانب الصيني، لان الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تحافظ ايضا على احاديه قطبيه العالم، وبالتالي تريد ان تحافظ على مكانتها الدوليه، وبالتالي لا تريد ان يكون هناك تعدديه قطبيه من خلال ايضا ان تتفاعل الاقطاب الكبرى مثل الصين وروسيا معا، ومن ثم يشكل قوة أيضا مضادة للقوى الأمريكية. نعم، شكرا جزيلا لهذه المشاركة الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي المتخصص في الشؤون الدولية. الآن